3 فيز اندكشن موتور. البارت الاول سكوارل كيج، ناخذ من الار اللي هون على الوات ميتر الاولي، بندخلها هون، نرجع على السورس الاس اللي هون بندخلها برضو على الوات ميتر الاولي، بنحطه هون برضو، نرجع على السورس التي اللي هون بندخلها على الوات ميتر الثاني اللي هون بندخلها من تحت، نطلع سلك من هون لهون، بعدين السلك الازرق بندخله على السويتش عند الار، السلك الاصفر من الوات ميتر الثاني بنطلعه من هون بندخله على الاس، والسلك الثالث اللي هو الاسود من الوات ميتر الثاني عند التي، بعدين الارقام والاحرف زي ما هم بندخلهم على الموتور اللي هون اللي هو هذا سكوير الكيج موتور. بعدين بدنا نقرا البارت الاول اللي هو النو لود تيست. النو لود تيست نخلي الموتور معلوش لود، نحط الفولتيه ريت 380، نقرا من هون الامبير التيار يعني، والفولتيه هون حتكون 380 ريتد. بعدين بنروح الوات ميتر بنقرا القراءات اللي طلعت معنا. البارت الثاني اللي هو اللوكت روتر، نمسك الموتور من هون، بعدين بنغير التيار، بنغير الفولتج لحتى نوصل للريتد كرنت اللي هو 3.5 امبير، نقرا 3.5 امبير، نقرا الفولتج اللي طلعت معنا، برضه نقرا الباور اللي طلعت معنا. هذا البارت الثاني. البارت الثالث اللي هو الموتور كاركترستيك، بنصير نغير بالتورك من هون، بنكون عند المينيمم فاليو، بنصير نزيد فيها شوي شوي، بنقرا القيم الار بي ام من هون والفولتج والكرنت وبس. اندكشن موتور البارت الثاني وان تايب، اول شيء بنروح من الار للار للوات ميتر الاول، بعدين من الاس اللي هون للاس لهون، بعدين من التي للوات ميتر الثاني بندخلها هون، هذا بندخله هون، بعدين بنرد بنطلعه من هون بندخله من هون، وهذا من هون للسويتش عند الار المكتوب هون، نفس الاشي، هذا الاصفر عند الاس والاسود اللي هون عند التي، هذول السلاك بنطلعهم زي ما هم مكتوب على هاي اللوحه بالترتيب، ما بنلعب فيهم. بعدين في هون هون كي وال وام، من الكي ال ام لللود، اللود لازم يكون على الفول، بعدين نقدر نغير اللود زي ما بدنا.